مشاهدينا اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج بره الاهلي. نجمنا النهارده من خارج اسوار النادي الاهلي ولكنه نجم من نجوم الكره المصريه وكمان نجم من نجوم التدريب في تاريخ الكره المصريه. كابتن علاء نبيل نجمنا النهارده وضيفنا هيحكي لنا عن كواليس كتير في حياته واسرار كتير في عالم التدريب وكمان طقوسه في شهر رمضان الكريم. حلقه ان شاء الله نتمنى انها تعجبكم انتظرونا وكابتن علاء نبيل معانا وهيقول لنا اسرار كتير جدا

مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان بنرحب بكم وحلقة جديدة من برنامج بره الأهلي ضيفنا النهاردة ضيف مختلف أو إحنا كمان إن شاء الله هتشوفوا معنا حلقة مختلفة نجم من نجوم المقاولين العرب وطبعا رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ويعني تايتل تايتلات كتير جدا جدا مدرب العام لمنتخب مصر السابق ومدرب العام لمنتخب الأردن هو هيكلمنا أكتر عن كل العمل ويمكن في السنين اللي فاتت دي كلها وفي حياته ومعانا طبعا ومعاكم كابتن علاء نبيل نجم المقاولين السابق برحب بحضرتك يا فندم اهلا بيك يا أهلا, أهلا, اهلا بيك الاول طبعا كل سنه وانت طيب وانت حضرتك طبعا كل سنه أه طيب. رمضان كريم واحنا يعني معاك في رمضان واجواء اكيد مختلفه كتير عن الايام شهر رمضان ليه دايما رونق مختلف كل سنه وانتم طيبين والامه الـ العربيه كلها بخير يا رب والشعب المصري بخير وان شاء الله يبقى شهر مبارك علينا جميعا ان شاء الله طيب احنا يعني بره الاهلي بنعمل بنقابل نجوم مش مش لازم يكونوا انضموا للاهلي في يوم من الايام او انضموا واعتزلوا ولكن الحديث بره الاهلي بيكون شكله عامل ازاي طبعا الاول احنا معانا فقرات عن رمضان وعن يمكن هنتكلم مع مشاهدينا عن طقوس كابتن علاء نبيل في شهر الكريم قولي الاول انت بتعرف تطبخ خالص دي جيت في حاجه ميته بالنسبه لي خالص خالص ولا حتى تسلق بيضه و... يعني ممكن ممكن ياخدها يعني احطها وتطلع مثلا نايم في الاول يا إما آه مثلا ممكن تتحرق من أي حاجة، لكن أنا في الطبيخ صفر بصراحة يعني. طب ليه ما فكرتش قبل كده تدخل المطبخ أو تخش العالم ده وتشوف؟ لا ما ماليش. ماليش خالص وما تقبلتوش، مع إن ليا أخ بسم الله، ابني. ابني أه لما يبقى مزاجه رايق يخش يطبخ ولكن أنا بالنسبة لي لا ما تقبلتش إن أنا أخش المطبخ خالص يعني. آه طيب آه قل لنا بقى أفضل الأكلات اللي بتحبها في رمضان؟ رمضان بص حضرتك كل يعني كل ما تشتهي الانفس بتاكل في رمضان مم. بيتوزع على مدار ال 30 يوم ولازم يبقى في يوم اللي هي كانت والدتي الله يرحمها معودانا عليه صينيه الفول اللي هي بالبيض تمام في, يعني في, في, في الاواخر شويه صح؟ نعم في الاواخر شويه في آخر الشهر شويه صح؟ اه لما اكون بقى زهقنا من الاكل خالص آه آه. واخد بال حضرتك و آه تاكلوا ايه تاكلوا ايه نقعد بقى ده يقول لك اي حاجه وده يقول لك اي حاجه فتعرفي اللي كله ايه بدا يزهق من الاكل فبنعمل بقى ايه صناعة الفول هاي بالبيض دي دي بتبقى ليها طقوس معينة يعني طيب بما ان ابنك بيخش المطبخ بتحب تاكل من ايده ايه؟ بيعمل طبق فول هايل هايل برضه فول هايل بيعمل طبق فول هايل وبيعمل بطاطس كويسة بيعمل صيد بطاطس كويسة يعني مع ان هو يعني في حتة تانية خالص هو شغال في بترول شغال يعني لكن حتة المطبخ دي فوجئت اللي هو بيخش بيطبخ وبعدين فبعد اضحك أقول سبحان الله انا مش كده خالص يعني <applause> طيب آه قول لي انا عارفة ان انت بتحب السمك تقريبا اه صح كده بحب السمك اه امم طيب اسكندريه آه يمكن ليها معاك آه يعني اكيد طقوس معينه بما ان انت بتحب السمك اكيد اسكندريه بالذات اسكندريه وبورسعيد اه يعني اسكندريه وبورسعيد آه يعني الزيارات بتاعتهم لا مرتبطه بالسمك مم. خلي بال حضرتكوا ايه بيقول لك ايه سمك وجمبري انا بقى من النوع اللي انا يا سمك بس مم. يا جمبري بس لكن الاثنين مع بعض لا ملهمش صعب مع. بقى لا صعب يا <applause> يعني بس يا سمك بس <applause> طيب قولي آه يعني شكل الخير في حياه على نبيل بشكل عام وفي رمضان عامل ازاي يعني اكيد احنا في رمضان بنكون آه يعني بنسعى ان احنا نعمل خير اكتر من الايام العاديه شكل الخير بيبقى عامل ازاي آه اقول لحضرتك حاجه الخير ما يتقالش الواحد بيعمل خير م. لكن الحمد لله الشهر ده الواحد بيتصارع وبيتسابق ان هو يعمل خير لأن فعلا الناس بتبقى منتظره الناس الغير منتظرة بتبقى منتظره خير من الناس. انا بتاز هذا حتى الزكاه بتاعتي بخليها بجمعها في شهر رمضان بحس ان انا الناس اللي محتاجه والناس اللي هي تستاهل الزكاه يعني بحاول ان انا اطلعها غير الصدقات بتاعت رمضان. فشهر شهر جميل قوي في الحاجات دي الواحد بيتمنى اللي هو يعمل حاجات كتيره كويسه عشان ربنا تقبل صيام وقراءه قران وخير وزكاه وصدقات حاجات كتيره قوي 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 يعني <تصفيق> <تصفيق> طيب قول لي بقى مين النجم اللي بتحبه في الدراما ودايما بتكون مستني المسلسل اللي هيعمله كل سنه بص حضرتك انا لا انسى المسلسلين الوحيدين اللي هم جذبوني في حياتي <applause> حتى وانا كنت بلعب كنت بلعب وكنت بقى بالليل كانت دورات رمضان انت عارفه دورات رمضان بالليل دي المسلسلين الوحيدين اللي انا كنت بلسل ممكن اعتذر عن اللعب عشان اتفرج عليهم كان رافت الهجان ولاية الحلميه اه بص حضرتك بقى بقالهم قد ايه المسلسلين دول اثروا فيا جدا جدا وكنت مهتم جدا بأن انا اتفرج على المسلسل ليه؟ طيب يعني معنى كده انه نجم يحيى فخراني ليه ليه عندك يعني اكيد مكانه خاصه بما ان انت بتحب ليلى الحلميه طبعا ليلى الحلميه وصلاح السعداني صحيح وكان محمود عبد العزيز طبعا ايوه ويعني الناس ما الواحد ينساها يعني طيب آه قول لي احنا في معانا فقره آه يعني معانا ثلاث كروت لو هنفترض انه كابتن علاء نبيل معاه ثلاث كروت احمر واخضر واصفر <applause> <applause> بمنير على الاحمر مش عشان الاهلي عشان طرد <applause> الكارت الاحمر آه كابتن علاء نبيل هيقول انا بطلع الكارت الاحمر او 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 يعني باشهر الكارت الاحمر آه في وش هذه الظاهره في الرياضه المصريه ايه هو ايه 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 الحاجه في الرياضه المصريه <applause> الظاهره اللي انت حضرتك عايز تطلع لها كارت احمر اللي عايز اطلع له كارت احمر هي ظاهره اعطاء اللعيبه النجوميه في اسرع وقت ممكن وفي و وخفض هذه الموجيه في اسرع وقت ممكن تضخيم حجم اه الل... اه يعني عندنا اللعيب يلعب 45 دقيقه كويس يبقى نجم و و وكلام بقى غير طبيعي وممكن بعد ماتشين ثلاثه ينزلوه سبع ارض. يا جماعه النجم ده حاجه كبيره قوي، النجم اللي هو لابد ان هو يبقى على الاقل بيلعب على الاقل موسم فارق مع ناديه بيكسب ناديه بيدافع عن مرمى ناديه ليه بصمات مع ناديه ليه بصمات مع المنتخب اداؤه مبهر للناس لجمهور الكره ده يبقى نجم لكن احنا عندنا لعيب يجيب جول خلاص بنعيش وقت طويل قوي مع هذا اللاعب واللعيب ده جاب جول في الماتش الفلاني ايه المشكله ايه المشكله هل است... اللعيب ده استمر ولا ما استمرش ده اللي شفته في خلق... حتى في الفتره الاخيره اللي احنا مجدنا لعيبه قوي 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 ودلوقتي ولا حد بيجيب سيرتها. فالهدوء شويه، كارت احمر لهذه الظاهره. طيب، كارت اصفر آه، وكانك بتحذر من آه، تضخم هذه الظاهره، يعني يعني تحذير، يعني مش مش بس ان انت يعني على عكس الكارت الاحمر انت بتمنعها خالص، التحذير انت حاسس ان في حاجه بدأت تظهر في الرياضه المصريه لسه مش بشكل كبير بس انت خايف منها. ندي كارت احمر للناس اللي هي بتتضخم النجوميه وبدي كارت اصفر لصاحب النجوميه مم. بدي له كارت اصفر اللي انت الضوء بقى عليك مم. فخلي بالك تدريبك آه، سلوكك آه، ادائك في المباريات لان انت ده كارت اصفر ليك مم. لانك انت لو ما بالك الكارت الاحمر اللي انت اللي احنا بنقول عليه هياثر عليك وهديك انت كارت احمر بقى مم. الكارت الاخضر بقى حضرتك في حاجه شايفها ايجابيه حلوه في الرياضه المصريه وعايزها تزيد الفتره القادمه الـ الـ الكارت الاخضر بما ان انا شغال بقالي فتره في قطاعات الناشئين حاجه جميله قوي 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 هي رغبه اولياء الامور في ان اولادهم يلعبوا كره عكس زمان زمان مم. زمان ده اللي كان يلعب الكوره ده واخد حته تانية خالص ده بقى يعني اهله مش مهتمين بيه ومش واخد باله من دراسته، النهارده ولي الامر هو اللي بيسعى ان ابنه يلعب كوره. فلو سمحتوا يعني انتهزوا فرصه هذه الظاهره لان احنا عندنا كنز كبير اسمه مواهب وناشئين وبراعم ممكن نبقى في حته تانية خالص لكن السياسات الغلط، ادارات الـ 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 المسابقات اللي بتتعمل غلط فكر المدربين الغلط فكر ادارات الانديه الغلط اللي بيقضي على هذه المواهب ممكن ما نستغلوش فلو سمحتوا استغلوا هذه الظاهره ان اولياء الامور عايزين اولادهم يلعبوا كوره لا له تمرين واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في الاسبوع هيجيبه لك عكس زمان طيب يعني ذكريات بقى رمضان اكيد اكيد حضرتك عصرت طبعا نجم الراحل محمود الجهري فترات طويلة أكيد ليك ذكريات معاه وأنا يعني بحس حركة الفكاهي اللي أنا أعلمه جيدا يعني أكيد ليك مواقف كوميدية أو مواقف أكيد ما تنساهاش مع كابتن محمود الجاري يعني وإن كان في رمضان أكيد أكتر كان في موقف عندنا مباراة فاصلة <applause> مع منتخب مصر وكابتن جاري دايما بعته اللي هو حماسي أو في المحاضرة بتاعته كان يقعد كابتن جاري يحضر المحاضرة قبلها كويس قوي اللعبة قدامه وانا بقعد بقى في الاخر كده اقول له ايه طولت اللعيب ده مش عارف ايه مهم ايه كابتن جواري ايه دايما ايه يلبس الساعه واسع شويه فكابتن جواري بقى عايز يوصل اللعيبه اللي احنا تعبنا وكفرحنا ده احنا تعبنا ويضرب على الترابيزه كده يقوم الساعه مفكوكه يروح تاني وشقينا يروح فلفوطه تاني وان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيقف معانا انا انا ايه انا اتشديت كده وبعدين <applause> بصيت لقيت هاني رمزي اللي عامل كده وحسام عامل كده سأتي ربنا ان كنا طب انتوا خايفين شا... يعني تصححوا له طيب انتوا خايفين تصححوا <تخيفين> له طيب يعني ايه يعني هو هو متحمس اه <applause> والله <applause> ارحمه في ايه الباب خبط كنا بنطلب دايما شاي وكيك في المحاضره يعني فالراجل دخل قلت الحمد لله فالمهم ايه قلت له يا كابتن اللعيبه بقى تاخد شاي وكيك ده. فبقول لي اه اه يفضلوا مش في ايه؟ قلت له يا كابتن في ايه القفشه اللي انت فشتها دي؟ قال لي ايه قلت قلت له ايه ربنا يصحى لك ثلاثه دي, دي <applause> قعدنا طبعا اولا المحاضره كانت مشدوده جدا والحمد لله فكت بالموقف ده وقعد بقول يقول لي بقى, يعني انا طبعا يعني غصب عني وبتاع فكسبنا الحمد لله فدي من المواقف برضه من المواقف الجميله الواحد ما يقدرش ينساها مواقف مضحكه يعني بس وال طقوسك انت بقى شخصيا انا طقوسي في رمضان أه مفيش أه اولا الحمد لله الحمد لله يعني ربنا يزيدها يعني انا بختم المصحف مرتين لثلاثه في الـ في, الـ في في رمضان أه اول يوم عندي عاده دايما لازم اخد ولادي وانزل اروح نجيب مخلل من مكان معين وكل مره يقول لي بابا نغير مكان لا هنجيب المكان ده ونجيب الحلويات ونرجع ده ما اجيب لوالدتي ووالد الله يرحمهم واجيب لبرضو لحماتي برضو و اول يوم ده كان لما كان البيت الكبير مفتوح عند والد الله كنا دايما من اول يوم نتجمع لكن دلوقتي بقى الاولاد بقى واولاد واحفادي كلهم عندي وبعدين بعد الفطار بقى لو في تدريبات في نادي باقي النادي عشان الشغل انا اعرف ان انت كمان دايما بتحب تصوم في في اثنين وخميس ونوافل الحمد لله يعني ده. اه الحمد لله وبالليل بقى بقعد بقى اسمع ايه المسلسل الفلاني آه. والمسلسل الفلاني ببقى باجي بس على الساعه 2 2 ونص يعني بلضم لي في مسلسل او اثنين قبل 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 السحور والفجر اتابعهم وانام طب لو اتعرض عليك بقى لو اتعرض عليك تمثل في مسلسل من المسلسلات لا 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 خالص ولا امثل ولا اغني ولا اطبخ ولا بس انت هتغني معانا دلوقتي نعم هتغني معانا دلوقتي ما بسيبك في بلامي التلاتة الثلاثه دول ممنوعين خالص يا ما غنيت في حياتك اكيد كل واحد بيقعد يدندن لا لا ادندن بس كده يعني طب ما تدندن لازم حاجه تبقى شغاله معايا طب ماشي يعني ممكن يشغلك انا بقيت <applause> بقى دلوقتي <applause> بقى, ساعات بقى ساعات بروح, برامج في مدينه الانتاج وبخلص بالباقي النادي هنا في في زد هنا في الشيخ زايد من الساعه 9 مثلا 10 وبطلع هوا الساعه 12 بالليل فببقى بقى, بقى ايه بقول لك بعد ما ابعت لك عربيه اصل هرجع تاني مشوار طويل وبعدين ارجع تاني فبقى ايه بواصل بروح عربيتي فبقيت إيه بقى ايه اخلص الـ 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 البرنامج واركب العربيه وعلي واسمع اغاني شعبي عشان ايه اغاني شعبي اه اه زي مين بقى بتسمع شعبي اي حد اي حد بسمعه بقى عشان ايه افضل ايه ما تنامش <applause> اه ما نامش آه. عشان اوصل البيت يعني لكن انا ليا 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 ستايل معين في الاغاني اه زي ايه بقى يعني انا مثلا احب فيروز جدا اعشقها احب ميادة الحناوي جدا احب ام كلثوم في اوقات معينه احب اسمعها كده في كده بالليل كده وبيت شاي كده أيوة <applause> سلطانه كده <applause> بس ف مين انت قلت شويه ما قلتش اسم راجل خالص بس عشان غير ستات <applause> <applause> بعدين <بقلنا> في رمضان <applause> راكبيني غلط راكبيني غلط احب تامر احب تامر حسني جدا احب وائل كفوري احب عمرو دياب عمرو دياب يبقى شغاله كاني رايح الساحل حتى لو انا مثلا في عز الشتاء ولابس بلطو كاني رايح الساحل واخد بال حضرتك دول من الناس اللي انا يعني احب اسمعهم يعني طيب أسألك سؤال علاء نبيل أو كابتن علاء نبيل رومانسي؟ آه يعني يعني الناس يعني ناس كتيرة يشوفوني يقول لك يا كابتن أنت الناس... يعني ناس في ناس كانت بتيجي تكلم معايا آه وفي ناس مرة واحدة جت تسلم عليا وعلاء الأمور بتترعش قلت <applause> لها حضرتك مالك في إيه؟ قالت لي مش مصدقة يعني اللي أنا حضرتك تاخد تدي معايا في الكلام قلت لها ليه يعني في إيه؟ بعدين لا أنا يعني رومانسي جدا وأقول لحضرتك حاجة دمعتي قريبة. م. يعني في مواقف معينة تلاقي دمعتي قريبة جدا. اللي أنت شايفاه قدامي تفتكر قدام آخر فيه. حاجة تفتكر آخر حاجة بكيت عليها كانت إيه؟ أول امبارح. على إيه؟ كان كان قبل رمضان بيوم كان كاتب كتاب بنت جاري اللي قدامي في الفيلا اللي قدامي هو ومراته يعني والدة العروسة ووالدها توفي في خلال 24 ساعة من القصص اللي يعني كان كورونا وكان كاتب كتابها وانا واقف يعني أصريت ان لأ انا لازم اروح لانها عزمتني وأصريت ان انا اروح طول ما انا قاعد دموعي نازلة <applause> بس ف ساعات كده المواقف في ناس بتتكسف احيانا يا <applause> فندم يعني في ناس بتتكسف تقول ده او او تبين ده لا 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 بالعكس انا يعني في مواقف بتاثر بيها جدا يعني وفي مواقف ببقى حازم فيها جدا لكن عندي ده وده طب قول لنا بقى موقف رومانسي كده بقى مع 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 المدام مثلا او مع وانت صغير حاجه كده عمرك ما تنساها مثلا اشتريت ورد في وقت معين عمرك اشتريت <applause> <بيجي لي> ورد <applause> بيجي لك بس صح بيجي لي ورد ما ما ورد لا في مره كنت كانت الغزاله رايقه كده و... وقفت جبت ورد في في عيد ال... عيد, عيد الام عيد عيد الحب عيد <تصفيق> <الأوب>. <تصفيق> <تصفيق> الام ولا لا الام في كبيره شويه عيد الحب هي ما صدقتش قالت <applause> لي ايه ده إيه مين جابها لك؟ قلت له والله العظيم انا اللي جايبها <applause> بس ف يعني ساعات كده وفي مواقف رومانسيه ظريفه يعني حبيت ده. كم مره في حياتك؟ أه... كثيرة كل ده عمالي بتفكر لا 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 هي يعني واحنا واحنا شباب لسه بقى في بنلعب كوره مره وبعد كده بقى المره بتاعه الجواز بقى خلاص يعني ما انت شكلك خايف لا لا خالص <applause> العكس مش عايز <هستطيع> اطلع لك الوش التاني <applause> لا لا الحمد لله يعني آه طيب آه خلينا كمان مستمرين معاك في فيما يخص حياتك وشكل وشكل حياتك زمان لو رجع بيك الوقت ممكن يعني ايه الحاجة اللي مش ممكن تعملها أبدا في حياتك؟ <applause> العصبية اللي أنا كنت فيها وزادت معايا قوي مش هتعصب تاني يعني وأنا صغير كنت دايما عصبي و يعني محبش أتغلب محبش مثلا حد ينتصر عليا فدي زادت معايا لو رجع بيا الزمن مش هعمل كده تاني خلاص سيب سيب الظروف كده تمشي زي ما هي كده يعني مم. دي كانت من الحاجات اللي هي اللي ممكن الواحد يتداركها يعني الحاجه الثانيه اللي لو رجع بيها الزمن لو كنت لعبت في الاهلي او الزمالك لان حسيت بيها لما بطلت اللي ما لعبش اهلي وزمالك بيعاني كتير اهو مهما مهما صعد نجمه صح؟ مهما شوف مم. الحمد لله الواحد يعني الحمد لله اسمه كويس بس عانيت كتير وتعبت كتير وفي حاجات وقفت قصادي كتير قوي وعني ش... الاقرب ليك نعم عني الاقرب ليك يعني ايه عني الاقرب ليك ك... ك... كحب يعني آه الاهلي ك... يعني انت لو كان قدامك الاهلي او الزمالك بشكل بكره هتروح حد آه آه فريق فيهم لعلمك انا النادي الاهلي وانا بلعب مم. كان خلاص كان على وشك ونفس الوقت كان نادي الزمالك كانت منافسه جيده جدا اللي انا اروح هنا او اروح هنا <applause> و... واستقر الوضع على المون العرب <applause> آه في الاخر كان والدي الله يرحمه كان صاحبي واخويا ووالدي الله يرحمه ف يعني كان ك... ك... في حاجات بقى فرقت معانا في مثلا ايه المشوار كان بعيد قوي احنا كنا في مصر الجديده آه... هروح النادي الاهلي في الجزيره واروح نادي الزمالك في الجيزه والمقاولين العرب جنبينا في مدينه نصر وساد جديد وقال لك اول ما تتخرج الجامعه تشتغل في الشركه يعني حاجات ايه اغراءات كده فكانت خلاص كانت نصيبنا يعني لكن طبعا انا برضو يعني عشت ايام حلو في الملايين العرب لكن بعد ما بخلص لا بنعاني بنعاني على على مستوى كل حاجه طيب تتصور يعني رمضان بيعدي ازاي انت اكيد متواصل طبعا مع مع نجومنا في الخارج يعني رمضان بيعدي ازاي للانتحار قلت ان والدك كان في لندن اكيد برضو رمضان في مصر حاجه مختلفه طبعا انا انا عشت رمضان في الاردن م. وعشت رمضان في السعوديه وعشت رمضان في مصر وبرضو في إنجلت، في لندن برضو قعدت فتره هناك م. لا رمضان في مصر حاجه تانية آه، رمضان في مصر تجمع ما بين العباده والـ 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 والمتعه والاهل وصله الرحم بتزداد قوي في رمضان تاني آه، بلد تمتعت بيها في 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 رمضان هي الأردن. أكيد شبهنا اه أنا, هي... أنا في الأردن ما فيش ركعة في جميع الصلوات ما صلتهاش إلا في المسجد. مم. إن كان في أم... جو روحاني. أه مم. كنت مفتقد حتة الـ الـ الأهل كنت مم. مفتقد حتة صلة الرحم قرايبي وإخواتي وأولادي و... أم... فكنت مشغول قوي بالعبادة. مم. وهناك المساجد كانت جميله قوي قوي بس كان ليها اصحاب في في الاردن ما كانش السعوديه ما كانش ليها اصحاب في الاردن كان ليها اصدقاء اردنيين كتير وكنت اروح افطر معاهم و... واتسحر معاهم ونخرج مع بعض بس مش بالكم بتاع مصر في في مصر يعني ففي رمضان في مصر لا ليه طعم تاني خالص يعني ايه الجامع اللي حضرتك بتحب دايما تصلي فيه في مصر؟ كان دايما والدي الله يرحمه كان يحب الحسين <applause> وكنت دايما اروح الحسين على فكره بعد الوفاه رحت مره صليت التراويح هناك في الحسين بعد ما والدي توفى فقلت لازم امشي على نفس النهج يعني فبعد ما خلصت الصلاة وخرجت من المسجد وماشي في شارع الحسين كنت كانت حتى النفسيه كانت وحشه قوي بعد وفاه والدي فليت فلقيت واحد من اللي يسموهم مجازيب دول <applause> دراويش <applause> اه ايوه ما عرفنيش خالص يعني طول ما قعد حي ودخان طالع وبتاع فبيقول لي وانا ماشي قال لي انت انا اتخضيت ايه ده؟ انا اتخضيت بجد يعني قال لي انت فرحت له قال لي انت ابوك كان بيحب يجي هنا هو ما شافنيش ولا عرفني أه قلت له انت قال لي انا شايفه على فكره انا والدي توفي وهو ساجد آه، تمام ف انا عنايه بقى ايه الراجل ده عارف ازاي يعني قال لي ربنا يرحمه ابوك في مكان عاليه مم. روحت بعد حاله الـ 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 الكآبة اللي انا فيها وكنت الحزن كنت فيه انا روحت مبسوط قوي قلت مم. اكيد الوالد في حته تانية يعني فالحسين بالنسبه لي في رمضان ليه قصه ليه قصه بالرغم ان اللي هناك دلوقتي الركنه صعبه جدا عشان تروحي لازم تاخدي تاكسي وتنزلي وترجعي في تاكسي واخد بالك لكن الركنه هناك لك صعبه جدا بس لازم اروح لازم تروح في رمضان لازم اروح في رمضان آه طبعا يعني لسه مكملين مع كابتن علاء نبيل وهنتكلم بقى ناخده نخلص بقى رمضان وهنتكلم بقى معاه في الكوره الحاجه اللي حبها طول حياته واللي يعني طبعا زي ما احنا عارفين مدرب كبير ورئيس قطاع ناشئين يعني من اهم الناس اللي تقلدت هذا المنصب في مصر يعني فاصل صغير ونرجع لحضراتكم تاني لكم مرة أخرى ولسه معانا طبعا كابتن علاء نبيل وبره الأهلي وهنسأله بقى عن الكورة بره الأهلي وقطاع الناشئين وبيتعامل إزاي وحاجات كتير جدا حكاوي كتير جدا أنا واثقة إن هي هتكون شيقة من كابتن علاء نبيل كابتن علاء أنا كنت طول الوقت نفسي أسألك يوم في حياة رئيس قطاع ناشئين أنا أنا يعني بحكم إنه إنه إن إحنا بنتقابل كتير شفت مواقف كتير قوي ليك مع الاهالي والاولاد الصغيرين اليوم بيكون مختلف بيكون مليان احداث كتير طبعا بمختلف اعمار اللاعبين يوم في حياه رئيس قطاع ناشئين التليفونات اللي بتجيلك الحاجات الغريبه الطلبات الغريبه انا شايفك بتتكي اوي التليفونات اللي بتجيلك عملت كده يعني <applause> لا لا مش قصدي انا قصدي التليفونات في الشغل التليفونات في الشغل. اللي اكيد يعني الناس بتبقى عشمانة, عشمانه طول الوقت في, في اي شخص بيتقلد هذا المنصب. بص حضرتك في قطاع الناشئين مش هقول لك كل يوم، كل ساعة في حدث. حضرتك بتتكلمي في 13 فرقة. المينيمم 25 لاعب بولي أمره. اللي ابنه بيلعب، اللي ابنه ما لعبش الماتش اللي فات. اللي ابنه ما اللبس مش عارف إيه. اللي هياخد فرصة إمتى. إن مدرب اللي هو مش عارف مش يعني مشاكل ما بعد لو سبت الامور دي قطاع ناشئين واحد عشان كده انا يعني اللي بيشتغل معايا بيتعذب والله اللي بيشتغل معايا بيتعذب انا باجي الصبحية بدري سيدة اتعذب كتير ها سيدة تعذب كتير وبروح ما بعرفش اروح الا لما اللعيبة تروح لان ممكن في اخر دقيقة في اخر تمرين تحصل مشكلة وجودي مهم <applause> فاعتقد ان بتخ... كمان بتحتكي ب... بعقليات مختلفه <applause> في اللي فاهم الموقف وفي اللي مش فاهم وفي اللي وكل واحد يعني مع احترامي كل ولي امر فاكر لابنه احسن عليه في الدنيا <applause> تمام آه... ف... وفي بقى ايه الحاجات الثانيه بقى ايه اللي هو ايه آه... كل واحد على <applause> الاحترافيه بقى ازاي انت تتقبلي هذا الكلام وترضي الطرف الثاني في نفس الوقت في ساعات خامات بتطلع كويسه وساعات طبعا في ناس ما بتعرفش تجري مش هقول لك تلعب كوره في ناس ما بتعرفش تجري أه فاعتقد ان الموضوع ده محتاج احترافيه عاليه جدا 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 في التعامل مم. وترد على ده وتقفي مع ده وتتكلمي معاه في ساعات الواحد مشغول ومثلا ورايا حاجه بسرعه وقفت مثلا معله امر ما ايه ما رحبتش بيه قوي يتاخد عني فكره اللي انا متكبر او انا مش مهتم بيه او 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 فكل واحد لازم ياخد حقه لان اولياء الامور دلوقتي بقوا من من موسوعه كره القدم كان زمان لا دلوقتي غصبا عننا اولياء الامور من موسوعه كره القدم ولازم لابد من كل واحد يبقى ليه احترامه تحترم رايه في نفس الوقت ما تضغطيش على المدير الفني المدير الفني عايز ينجح وعايز يكسب فليه برضه عايز يهتم باللعيبه اللي هم ممكن يكسبوه في نفس الوقت لازم يبقى ليه دور اللي هو اللعيبه اللي معاه لازم يزيدوا في 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 تطور الكوره يعني. فهو يعني شوف اقول لحضرتك حاجه انا اشتغلت منتخبات مع في مصر وبره مصر بجميع المراحل السنيه، منتخب اول مصر والاردن، منتخب اولمبي مدير فني منتخب الاولمبي الاردني، مدير فني منتخب شباب الاردني، متخب مدير فني منتخب الشباب المصري. كل دول اشتغلت فرقه منتخب ما يجيش واحد على مليون باللي انا بشوفه فيه او المجهود اللي انت تعمليه في قطاع الناشئين. بتتعاملي مع حاجات كتيره جدا فرقه واحده 30 لاعب خلص الموضوع على كده م. لكن انت بتتعامل مع موسوعه كبيره جدا مع مع اتحاد مع منطقه اللي انت فيها مع حكام مع اداريات لا 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 موال كبير قوي طيب قولي بقى محمد صلاح ووجودك في المقاولين في العرب وعلاقتك بمحمد صلاح شكلها ايه محمد صلاح على مستوى الشخصي حبيبي وانا متحكش عليكي انا لما كنت ماسك المقاولين العرب وما كانش لسه محمد صلاح جه النادي يعني ما كانش جه النادي او كان لسه كان لسه صغير قوي يعني بعد كده انا سافرت فتره طويله بس انا لما جيت مسكت منتخب مصر كان محمد صلاح معايا فزادني بيه يعني الصحوبيه وولد ولد مهذب جدا حتى في اخر نقول كان في اخر معسكر هنا انا بعت له عربيه من من القاهره هنا إسكندرية في المعسكر بتاعه مضالي على تيشرت وبعته لي العلاقه قويه لكن ما بطلعش اقول ان محمد صلاح انا عملت وخليته يلعب مش عارف نجاح إيه؟ صلاح بقى ليه مليون اب تقريبا آه آه صح كده و... اه يعني و... وقلت له وقابلته هو نازل على المنزل ووجهته وهو... و... وهو نازل على منزل النادي قلت له وهو طالع على المطلع قلت له وقلت له تعمل ايه انا حاجات بعد اضحك يعني محمد صلاح انا ك على المستوى الشخصي حبيبي لكن انا ماليش اي بصمه عليه محمد صلاح النادي المقاولين العرب وصله لغايه مطار القاهره. م. بعد ما محمد صلاح طلع الطياره وسافر قطعت علاقته بيه النادي. خلاص هو اللي طور نفسه م. هو اللي عمل نفسه هو اللي يمكن حضرتك سمعت البرنامج بتاعه هو اللي اشتغل على نفسه وبقى ياكل ازاي وبقى يتمرن ازاي وانا اخر مره في بطوله امم افريقيا اللي كان موجود هنا في بتاع ف... كلمني قال لي كابتن رحت الفندق كان قاعدين في فندق عند المطار كده أم افريقيا اللي فاتت كانت في مصر هنا 2019 اه جاي وقعد معايا في اللوبي تحت كان هو احمد علي ولقيت معاه واحد بسم الله ما شاء الله بقول له مين ده صح قال لي ده الراجل بتاع الاحمال جايبه معايا عشان كده فطبعا الحاجات دي طبعا عشان يوصل للمر... للمنزل اللي هو فيها دي محتاجه حاجات كتيره جدا م. كفايه بقى الكلام اللي انا عملته وانا سويته وانا 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 هو اللي عمل نفسه بنفسه م. ويشكر على ان هو اهتم بنفسه وكبر اسم بلدنا كتير قوي قوي في مجال الرياضه بوجود محمد صلاح في عالم الاحتراف فبتمنى له التوفيق طبعا هو انسان جميل جدا وخير جدا وعلى و... خلق عالي جدا يعني عشان كده ربنا بيكرمه عندك في قطاع ناشئين بتتكلم مع مع الـ 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 الاولاد الصغيرين عن محمد صلاح اكيد او او حاطينه قصادهم انت بتشوف ده من من الناس او ولا ولا حضرتك اللي بت بتطعم ده ليهم اقول لحضرتك حاجه انا مره كنت ماسك الموين العرب كلمته قلت له يا صلاح انا عايزك تيجي تزورني في النادي لازم الاولاد بتوع النادي يشوفوك كان في كنا في رمضان والله كنا في رمضان قال لي خلاص يا كابتن انا في اجازه وهجيلك بكره قلت له بكره جمعت كل اولاد النادي وما قلت لهمش اه بس قلت الاداره قلت لهم محمد صلاح جاي انت لا تتخيلي يوم ده كان عامل ازاي بجد ربنا يزيده يعني لا تتخيلي اليوم ده من لعيبه لا امور مدربين النادي اداره النادي موظفين النادي النادي ده كان عامل ازاي مهرجان فرحان بمحمد صلاح فطبعا كان بعديها كنت عامل اختبارات تعرف حضرتك جالي كام واحد اختبارات على حس محمد صلاح جه النادي؟ 22000 يا نهار ابيض انت لحقت تشوفهم طيب؟ <applause> لازم اشوفهم بتوزعنا <applause> عندنا ملاعب ايوه ايوه عندنا اربع ملاعب وعندنا اجهزه تدريبيه كتيره وعندنا مدربين تعبنا تعبنا من م. الساعه 8 الصبح كنا بنروح بيتنا الساعه 10 11 بالليل م. لمده شهر فبقول لحضرتك دخوله بس النادي شوف عمل ايه م. محمد صلاح الجمله اللي قلت لحضرتك عليها اللي هو النهارده لازم ننتهز فرصه اولياء الامور عايزين ولادهم يلعبوا كوره محمد صلاح ليه 80 90% من من هذا السبب صحيح اللي هو كل اولادهم عايزين يشوفوا اولادهم محمد صلاح طب احنا في رمضان 2022 آه نقابل كابتن علاء لبيل امتى تاني ويقول لنا انه عمل آه يعني نجم بحجم يعني يعني مش عايز اقول بحجم محمد صلاح بس نجم او نجوم كتير احترفت بره امتى نقابلك تاني بعد قد ايه كده تدينا مهله كده وتقول تعالوا لي بعد إيه؟ بعد مثلا ربنا يديك ويدينا العمر <applause> انا اقول لك في خلال سنتين ثلاثه سنتين ثلاثه يبقى عندنا خامات كويسه قوي يعني وحاجه تبقى حاجه ملفته حاجه موهبه جامده جدا نقدر احنا نبقى تبقى نتمنى اللي هي تبقى محمد صلاح طيب بما اننا في برنامج بره الاهلي علاقتك بقى بالاهلي يا خبر ابيض علاقتك بالاهلي وبنجوم الاهلي و... ومين اقرب حد وبتروح الاهلي قد ايه يعني قلنا لنا كده بقى اجواءك أنا... مع الاهلي انا يمكن حضرتك تلاحظي يعني من القنوات الكتيره اللي انا طلعت فيها في قناه النادي الاهلي من حسن حظنا والله يا لا والله ده انا الحظ ما تحرجنيش <applause> انا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي من الـ من الشخصيات الجميله القريبه لقلوبنا كاسره احنا مرتبطين بيهم كعائلية يعني من ايام ما كان بيلعب وكان آه كان سافر انجلترا لما كان والدي هناك كان بيتعالج هناك آه كان حماه اللي هو والده الدكتوره مراته آه كان صديق الوالد قوي <applause> فكان ساعة لما كان محمود الخطيب بيتعالج كان مقيم عندنا هناك في لندن هناك وأنا رحت له هناك وخرجنا مع بعض كتير قوي كان صديقي يعني وكان في المنتخب طبعا كنا بنلعب مع بعض تذكرت موقف مرة كنا نخرج في شارع مشهور قوي اسمه أوكسفورد في ستريتس في... في... في لندن ف كان بقى العرب بقى والخلاجة بقى كان بقى كل واحد بقى مش دلوقتي تطلع تيك الصوره مم. يعني دلوقتي اي اي موقف تمشي تلاقي واحد ماسك التليفون بيصور المهم كان كاميرات بقى فكل كل ما امشي ماشيين معاه معاه يعني انا ماشي معاه بنشتري بقى حاجات شوبنج وبتاع بقى وشبابه اه كابتن محمود الخطيب مش عارف صوره اروح انا واخد جنبه هو ايه متصور اه كابتن محمود الخطيب صوره قلت له يا بيبو انا الفلبيني بتاعك <applause> وبعد شو بيقول <applause> لي صور معاك هو دمه خفيف قوي يروح بقى باين عليا وقاعد بقى يقعد يضحك وبتاع والكلام ده كله كل بقى نقعد ناكل وبتاع نرجع البيت نلاقي الاكل موجود و... ففي صداقه ولاده على على علاقه بولادي آه... ده من ناحيه رئيس النادي اللعيبه بقى اللي هم كان طبعا انا كنت اصغر منه في كان هو كابتن منتخب مصر وانا كنت لسه منتخب اولمبي واتخذت منتخب مصر المجموعه بقى بتاع منتخب الاولمبي اللي انا كنت معاهم مقيم معاه منتخب شباب اولمبي منتخب اول طاهر ابو زيد صديق عمري علاء ميهوب صديق عمري محمد حشيش سامي عباس من اللعيبه اللي هم كانوا معايا احمد شوبير آه، مين تاني على آه، مين تاني الجيل ده هو ده الجيل اللي يعني علاء يهوب ما ينامش كل يوم على الاقل 20 رساله اقعد آه، اضحك يا علاء ارحمني دمه خفيف جدا ويقعد آه، آه، ايمن شوقي تمام آه، كل الجيل ده بصراحه آه، أصدقائي جدا اكرامي آه، لينا علاقه قويه كابتن صفاء عبده اللي كان معانا في المنتخب يعني كان ثابت الله يرحمه مار حمام بعشقه من الناس اللي انا بحبها جدا وعلى علاقه قويه بيه ف تروح الاهلي بقى كل قد ايه تقريبا؟ لا بروح النادي صعب اه بروح بتكسف يعني اخش اقعد مع مين و... بس كل دول اصحابك تقعد <applause> مع مين ايه؟ <applause> بس اللي كسب. بعد كده كل جن. دول كل دول يعني اعتقد هم مش متواجدين في النادي الاهلي بصفه مستمره يعني م. لكن علاقتي بيهم قويه مم. عشان كده لما, بل... لما خالات النادي الاهلي بتكلمني ما بقدرش اقول لهم لا يعني اه يعني من الناس اللي انا بحرج ان انا اقول لهم لا واعتذر يعني ان ليهم معز عندي يعني بس سر النجاح الاهلي في رايك؟ سر النجاح المنظومه دي بشكل عام هو هو يعني. آه سبحان الله من واحنا بالناشئين كانت عندها حته عندهم عند كاركتر تاني يختلف اللي هو ما إيه يستسلموش لهزيمه مواقف الصعبه تلاقيهم واقفين فيها فتحس سبحان الله اجيال بتسلم اجيال مم. الكلام ده ما بيجيش من فراغ بيجي من ادارات بتخلق في اللعيبه هذه الشخصيه او هذا النوع من التعامل مع مع المواقف الرياضيه يعني في اصعب المواقف في النادي الاهلي تلاقيه معدي يعني قليل الأول لما تلاقي النادي الاهلي وقع في, في 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 مشكله يعني لكن في مواقف صعبه جدا يعني زي الموقف اللي احنا فيه دلوقتي في افريقيا ناس تقول لك النادي الاهلي يتغلب من لا في المواقف دي انا بالنسبه لي عدت عليها قبل كده فحتى ابني بيقول لي بيقول لي قلت له لا النادي الاهلي هيعدي خلاص يعني في ثقه في ثقه ايوه في ثقه برافو عليك فاعتقد ان ده معلمهم برضو النادي الادارات زي البيت لما بيشوفوا الاب والام بيعملوا ايه؟ الابناء بيطلعوا زي زي البيت زي فالنادي الاهلي الاداره بتاعته هي البيت اللعيبه بتشوف البيت بيعمل ايه بيتصرفوا على هذا الاساس. اعتقد ان كل ادارات النادي الاهلي على ما اعتقد لها إيه كانت على مستوى عالي بصراحه يعني مم. يعني انا ك... انا يمكن بدايتي كنت ما عاشرتوش الفريق مرتجي الله يرحمه والكابتن عبد صالح الوحش كان مدربه في المنتخب راجل ربنا يرحمه راجل جميل وبعدين مين؟ كابتن حسن حمدي. وبعدين المهندس محمود طاهر. وبعدين كابتن محمود خطيب. اسماء كلها بامانه يعني لا تهز. يعني اسماء يعني تتعلمي منها. فيا بخت النادي اللي بيجي اجيال يمسكوه ويبقى على نفس المبادئ اللي موجوده وماشيين عليها لغايه دلوقتي. طيب في اخر حلقتنا بقى عايزين كابتن علاء نبيل يقول لحد واحد بس رمضان كريم يعني هو طبعا كل الاستاذ علاء الله يرحمهم براحه يعني لكن الا طبعا اللي موجود دلوقتي اقول له رمضان كريم بمناسبه ان انا بسجل معاك وقناة الاهلي اقول لك كابتن محمود خطيب رمضان كريم يا كابتن وربنا يوفقك ويوفق النادي الاهلي وفي مشواره الافريقي ونسمع عنه كل خير يا رب يديك الصحه ان شاء الله بشكرك جدا يا كابتن علاء وطبعا حلقة يعني اكيد انا كنت عارفه ان الحلقه كانت هتبقى حلوه معاك لانه حضرتك ضيف انت والله رب ربنا يخليك مش في عكسك في رمضان <applause> يعني <تصفيق> حضرتك ضيف يعني عندك عندك كتير في في خلال مشوارك سواء في مشوار التدريبي او في مشوارك في الملاعب بشكرك جدا في طبعا بره الاهلي بنوجه لك الشكر وسعداء جدا حضرتك كنت معانا الله يخليك شكرا وكل سنه طيبين مشاهدينا طبعا كان معانا كابتن علاء نبيل احد نجوم الكره المصريه ويعني حكايات كتير جدا عن رمضان وعن الكوره وعن قطاعات الناشئين في مصر حلقه طبعا يعني انا على المستوى الشخصي سعدت بيها جدا شكرا لكم جدا واستنونا في حلقه جديده من بره الاهلي.